ما اعرفش ايه اللي خلاني اتشجع واجيلك. كنت متأكدة إنك جاي، بس بصراحة ما كنتش عارفة إمتى. احنا ما بنعرفش نتكلم في الشركة. طبعا رانيا سلاح حطلنا كاميرات في كل مكان، ولما بتدخلي أكيد بتسألك كنت بتقولها إيه أول ما تخرج. مش عشان رانيا، احنا ما عندناش كلام نقوله في الشغل. طب ومين اللي قالك إن أنا مستنية أكلمك في الشغل؟ أنا ببقى عايزة أقولك أي حاجة أو أسمعك وأنت بتقول أي حاجة، المهم ابقى باصة في عينيك زي زمان. ده اللي جابني دلوقتي. انتي قاعدة في الشركة علشان مش هقدر اقول لك لا. انا عرفت من رانيا انها عرضت عليكي 10 مليون عشان تمشي، وانا اقنعتها ان هي تزود 2 مليون كمان. هو انت جاي دلوقتي تقولي كده؟ من مصلحتنا كلنا ان الصفقة دي تتم. طب رانيا عايزة تستفرد بيك، انما انت بقى ايه مصلحتك؟ ولا انت بقيت تسمع كلامها وخلاص؟ وجودك في الشركة مش هيغير حاجة. انا عارف انت بتفكري ازاي كويس. بقى عندك فرصة تاخدي كل اللي انت عايزاه، الحب والفلوس. قلتيلي زمان ان مفيش حب مع الفقر. هو الفقر راح والحب لسه موجود. هو انا بس اللي ما كنتش حاسه بطعم الحب وهو متغمس بالفقر؟ حب ايه يا عيسى اللي كان هيفضل لنا لو صحينا يوم الصبح ما لقيناش ناكل ولا نشرب؟ وحب ايه اللي كان هيفضل لنا بعد ما سبتيني ورحت اتجوزت واحد تاني وشفتيني وانا بموت نفسي علشانك؟ انا اللي قلت لياسر يتبرع لك بدمه علشان ينقذ حياتك، لولاي انا ما كانش عمل كده. يعني المفروض دلوقتي انا مديون لك بحياتي. تصدق ولا ما تصدقش ما يهمنيش، بس هو ده اللي حصل ومش ندمان عليه. لو مت كنت هموت وراك، وفات اتجوز راجل غيرك بس عشان تفضل عايش. تتجوزيه وانت لسه بتحبيني؟ معرفش كنت هحس بايه ولا هفكر ازاي، بس الحمد لله الحمد لله ان ربنا ما حطنيش في الوضع ده. انت بتحمدي ربنا ان جوزك مات؟ احمد ربنا انه مات قبل ما يلمسني عشان ما يحرمنيش منك بقيت عمري. ربنا مش هيكافئك عشان غدرتي بيه بعد كل الحب اللي انا حبيته لك، ورحت اتجوزت ياسر وانت ما بتحبهوش. ومش ممكن اكون انا المكافأة دي. انت مش مكافأة لسه هاخدها، انت نصيب اللي ربنا كتبه لي من يوم ما اتولدت. مش هتقدري تضحكي على نفسك اكتر من كده. انت اللي مش هتقدر تكرهني. ما انتش جاي تقولي سيب الشركة عشان رامي عايزة كده. انت خايف افضل جنبك وتضعف قدامي. نسيت ان حبي ليك طول عمره هو اللي مقويك. حتى لو قدرت تهند معايا وتبعد عني برضه مش هتقدر تحبها يا عيسى، عشان مش هتقدر تحب حد غيري. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. البيبي. الحمد لله على سلامة البيبي هو كمان. الدكتور قال إنك أرهقت نفسك جامد أوي الفترة اللي فاتت، والنزيف ده كان إنذار إبهاض، عشان كده لازم ناخد بالنا أوي اليومين اللي جايين. إزاي؟ في حقنة هتاخديها يوميا لمدة أسبوع. تستريحي في السرير خالص، ما تجهديش نفسك تماما. هعمل كده ازاي وانا قاعده في البيت لوحدي؟ انا هبقى معاكي، مش هسيبك لغايه لما تقومي بالسلامه. تقدر تعمل كده؟ داليا انت مراتي، اللي في بطنك ده ابني. لو كان نزل كانت اتحلت المشكله.
ما كنتش برضه هسيبك. ربنا غايد ان هو ما يحرمناش من ابننا ولا يحرمنا من بعض. انا قريت دراسة الجدوى. هايلة طبعا. تحيتوا تقروها؟ هامش الربح كبير جدا. صحيح الدفعات هتتأخر شوية، بس اللي عند الحكومة ما بيضيعش. طب وإذا كان نعيم دنجل هيكسب قوي كده من الصفقة دي، بيرميها في حجرنا ليه؟ عشان محتاج سيولة يبدأ بيها، وده لمصلحتنا. لمصلحته هو، عشان خايف المناقصة تطير منه بعد ما ريس يطالي. حتى لو، إيه المشكلة يعني إن مصلحتنا تبقى واحدة؟ مفيش مصلحة ممكن تجمعنا مع واحد زي ده. ده راجل طول عمره شمال، مستحيل نثق فيه. أنا شايفة كده برضه. تبقوا ما بتشوفوش كويس. أفندم؟ نعيم محتاجنا، وهيوافق على كل شروطنا اللي هنكتبها في العقد، ودي حاجة تضمن لنا حقنا. والله برضه اللي بيتكتب في العقد بيبقى حاجة، واللي بيتنفذ حاجة تانية. بس خوفنا كده هيخسرنا كتير قوي. نعيم مش هيستنى، وهيدور على غيرنا. يعني عندك مثلا واحدة زي مها الغزالي، مش هتحتاج أكتر من 5 دقايق عشان تملي صفقة زي دي. يبقى حلال عليهم، أصل هما الاتنين نفس النوايا. ما تنسيش إنك ماضية معاها عقد شراكة في مشروع زي. الله يرحمه بقى ياسر، هو اللي ورطنا التوريطة دي، وهي غلطة ومش هتتكرر تاني. أكبر غلطة إن إحنا نضيع من إيدينا فرصة زي دي. قدامكم لحد آخر الأسبوع تفكروا تاني. عن إذنكم. أنا مش فاهم إيه إصرارها إن إحنا نشارك راجل زي ده. عايزة تثبت لنا إنها بيزنس وومن وجايبة لنا شغل. شكلها كده مش ناوية تسيب الشركة. مش هتعرف تعمل حاجة من غيرنا. إحنا اتنين وهي واحد. تفتكر؟ طبعا. كان نفسي أجيب لك أخبار حلوة. عيسى رامي رفض المشروع. عرفت منين؟ باين في عينيكي من ساعة ما دخلتي. مش قادرة عليهم هما الاثنين. ولا يهمك، أنا أصلا كنت عارف إنهم هيرفضوا. الله، طب وليه عرضت عليهم المشروع من الأول؟ عشان أعمله معاك أنتِ. لوحدي؟ وليه لأ؟ السيولة موجودة، وأنتِ دماغك حلوة. بس ما عنديش شركة باسمي. ومين قال لك إن إحنا محتاجين شركتين عشان نخش في شراكة ناقصة المدارس؟ يعني همولك من الباطن؟ وتشارك في الإدارة لو عاوزة، وكل التفاصيل هتتكتب في عقد الشراكة. بس مشروع زي ده كبير عليا قوي. ما انت لازم تبتدي كبيره عشان تفضلي كبيره. طب مش خايف اكبر ونفسك؟ يا ريت، ده انا بحب المنافسه الشريفه طبعا. طيب اديني بس شويه وقت افكر. طبعا، بس انا واثق انك هتوافقي عشان انت اذكى من عيسى ورامينا، مش هتضيعي فرصه زي دي. مها اندهشت من الاسعار اللي اشترينا بيها الرخام. ان شاء الله ما تكونش قالت لك اشتري بقيه الكميه. عرفت منين؟ انا مش قادره اصدق الست دي بتفكر ازاي. مها مش عايزه مني اي حاجه دلوقتي غير ان انا اوفر لها في بند المشتريات. تفتكر يعني قدرت تنساك؟ مش مهم مين يفتكرني ومين ينساني، المهم حاجه واحده بس، انا عاوز مين. يمكن لو كنا في ظروف تانية غير دي كان ممكن اتشجع واروح اطلب ايدك من مامتك. الظروف مش هتتغير يا عيسى غير لو احنا اللي جمدنا قلبنا. انا هقول لماما انت عايز تيجي تخطب وتجيب باباك وتيجي. يا سلام، بالبساطه دي؟ دي واحده فاكره ان انا قتلت ابنها، اروح اقول لها جوزيني بنتك؟ لما تعرف ان بنتها بتحبك ومش هتتجوز غيرك. مامتك محتاجه شويه وقت عشان توصل للنتيجه دي. انا اعرف ماما اكتر منك يا عيسى. مع الوقت رأيها هيتغير. أو لو لقينا القاتل الحقيقي. شكلنا كده لازم نستنى شوية. هو في حاجة حصلت أنا معرفهاش؟ مامتك يا ستي راحت لسارة. طلبت منها ما تسيبش الشركة. إيه؟ ليه؟
يعني تحاول تبعدنا عن بعض. فاكرة إن بكده أنا وسارة ممكن نرجع لبعض تاني. تفضل. صباح الخير. صباح النور يا شريف. كنت عايزك دقيقتين لوحدي كده سمعت. طيب أنا في مكتبي. بعد إذنكم. تفضل. خير يا شريف، تفضل. دي استقالتي. يا ستي ده أكيد لقى شغل في حتة تانية. هيبان قريب. لا لا لا، أنا مش عايزك تقلقي، إحنا مفيش حاجة علينا أصلاً. صباح الخير. ماشي، شوية كده وهجيلك. يلا، باي باي. أهلاً يا متر. الحمد لله إن أنا لقيتك. لقيتك دي تبقى أنت جايلي مخصوص. عندي خبر مش حلو، بس متأكد إنك أقوى منه. خير يا متر؟ المحكمة طعنت ضد الحكم براتك. يعني هيعيدوا المحاكمة تاني؟ قدام محكمة تانية وقاضي جديد. بس اطمن، مفيش أي حاجة ظهرت جديد تغير سر القضية. طيب هو كده ممكن يرجعوني السجن تاني؟ لا طبعاً، بس هيستأنفوا التحقيقات. اتفضل. إيه ده؟ مفتاح عربيتك الجديدة. عربيتي الجديدة؟ أنت عزمتني على العشاء؟ أنا بقى عزمتك على العربية. يا سلام. لا معلش، عربيتي أنا هشتريها بفلوسي. يا سيدي اعتبر نفسك اشتريتها بفلوسي، وأنا هخصم ثمنها من مرتبك كل أول شهر. ليه هو مرتبي فيه قد إيه عشان تخصمي قسط عربية دي؟ خلاص، هزود لك المرتب. ده علشان أغطي قسط العربية طبعًا. لا، عشان أرقيتك لمدير حسابات. وما ينفعش مدير حساباتي ما يكونش معاه عربية. أنا عايزة أعمل أي حاجة أفرحك بيها. خصوصاً يعني بعد ما عرفت إنهم هيعيدوا محاكمتك. خايفة عليا؟ لا، أصل أكيد ربنا يعني مش هيخليهم ياخدوك مني تاني. ليه؟ عشان ماليش غيرك دلوقتي. أحبك. أحبك أوي كمان. مش هخلي أي حاجة تاخدني منك. ناكل بقى ولا إيه؟ كنتي مع عيسى؟ أيوه. مش كفاية معاه في الشركة طول النهار؟ الشركة ده يعني شغل، وبعدين حضرتك ما تتوصيش، بعت لنا سارة. عاوزاه يبعد عني بيها. أنا فعلاً عملت كده، عشان عارفة إنهم هيرجعوا لبعض، عشان عينة واحدة. سارة اعتمدت في فلوس ياسر، وغدرت بعيسى. وعيسى مش طمعان في فلوسك؟ عيسى بيحبني وعايز يتجوزني. هتتجوزي اللي قتل أخوكي؟ ما تنسيش المحكمة برأته. والنيابة طعنت. مش هتفرق كتير، هياخد براءة برضه. طب على الأقل استني الحكم النهائي. مفيش مشكلة، موافقة جدا. بس لما ياخد براءة في النقد هيجي يطلب إيدي، وأنتي هتوافقي مش هترفضي. مش هيجي، وهيتعدم. فتحي كان قال انك اديتيهم اوردر يفتحوا مخازن لتربيه رخام جديده. ايوه. وفي طلبيه تانيه هنستلمها غير اللي استلمناها الاسبوع اللي فات؟ انا اتفقت مع عيسى ان هو يورد رخام المشروع كله. عيسى؟ هو عيسى بقى شغال معاك وانا مش عارف؟ لا، ما بيشتغلش معايا، بس طلع قلبه عليا اكتر من اللي معايا. صباح الخير. صباح النور يا شريف. رانيا لسه مكلماني في التليفون، قالت لي انها مقبلت الاستقاله. هايل، يعني انت كده براءة؟ انا قلت اعدي عليكي بس قبل ما اروح اعمل اخلاق طرف من هناك. تمام، شغلك جاهز من بكره ان شاء الله. شريف يا علاء هيمسك الحسابات وانت هتبقى معايا.